وجهة اليوم للباحثين عن الفخامة ومحبين الأماكن المميزة والغريبة. ما دام إن نحن في دبي فأكيد إنها وجهة عالمية. فندق كمبنسكي مول الإمارات عالم من الجمال والقرائب في هذه القلعة الفندقية الفخمة المطلة على شارع الشيخ زايد. قررنا اليوم نبحر في هذا المكان ونشوف أعماقه ونستكشف وأنتوا ويانا. حياكم. فندق كمبنسكي في مول الإمارات، فندق 5 نجوم يقع على أكبر شارع في دبي، شارع الشيخ زايد، وبفضل الموقع يعتبر نافذة للسياح على أغلب المعالم والأطلالات الجميلة في دبي، وهو من الفنادق الترفيهية الملاصقة للمراكز التجارية، وفي فئته فئة الفنادق الملاصقة والتابعة للمراكز التجارية اللي يطلق عليها The Shopping Mall Hotels، الحاصل على أكبر الجوائز العالمية فيها مثل فندق مراكز التسوق الرائدة في العالم لعام 2023، وأيضا فندق مركز التسوق الرائد في دبي 2023، والفندق الترفيهي الرائد في الشرق الأوسط لعام 2023. الفندق مصمم على شكل قلعة أو قصر كبير، وهو فعلا قصر من ضخامته وفخامته وحسن الضيافة وحفاوة استقبال الموظفين، تحسسك أنك في وسط بيتك. ومرافق هذا القصر كثيرة جدا وراغية، ومنها 5 مطاعم متنوعة ومشهورة جدا في دبي، وهي وجهة راقية وممتازة لمحبين الأكل الإسباني والأكل الشامي ومحبين المطاعم الأوروبية الراقية والكافيهات الغربية والجميلة في نفس الوقت. أيضا فندق كمبنسكي إمارة مول مشهور جدا بالتراس الأنيق جدا بجانب حوض السباحة وماخذ الطابع انفينيتي، هو وجهة الكثير من السياح بعد يوم متعب وطويل، وهو بعد أفضل مكان إذا تبى تقضي أمسيتك على معالم دبي الحيوية وتستمتع بالوجبات الخفيفة والعصائر الباردة. أما بالنسبة للجيم فمكانه جميل وإطلالته على شارع الشيخ زايد جميلة جدا، تخليك تشوف الشارع من الدور 12 وأنت تتمرن سواء بروحك أو مع مدرب خاص فيك اللي يوفروا لك إياه في وقت إقامتك. ومن عقب الجيم قررنا نزور السبا اللي سمعنا عنه أو الناس اللي يربوه، وكلها تشيد بالخدمات والمنتجات اللي يستخدمونها. وفعلا شفنا المكان جميل ويحمل الطابع الآسيوي من قبل طاقم فني وصحي متمكنين في مجالهم. تدري أن في دبي فيها شاليه مطل على الثلج؟ كيف وين؟ في الوجهة اللي نحن فيها. تعالوا بنشوف التفاصيل. فندق كمبنسكي إمارة مول هو الفندق الوحيد اللي فيه شاليهات مطلة على سكي دبي، تقدر أنك تستمتع بالمنظر والمنحدرات الثلجية من غرفتك، والشاليه فخم وفريد من نوعه ومساحته كبيرة جدا ومصمم على شكل كوخ ثلجي تزينه صور الثلج والمداخل والصخور، كأنك في وحدة من أرياف أوروبا في موسم الثلج، ويعطونك إذا سكنت فيه تذكرتين مجانيات بدخول سكي دبي في إمارة مول. يعني تقدر تقول عنه أن دبي جمعت بين الثلج والصحراء في معلم سياحي واحد، وهو فندق كمبنسكي مول الإمارات.
ومن الطابق الثاني اللي مطل على الثلج إلى الطابق الثالث والإطلالة إلى برج العرب وشارع الشيخ زايد، وبتشوفون تفاصيل هذه الغرفة. في شاليه أسبن بول والمستوحى من الوجهات الشاطئية الفاخرة، متصل مباشرة بأحواض إنفينيتي اللي في الفندق. الشاليه أثاثة فاخر وفيه ركن مخصص لمستحضرات هرمز للعناية الشخصية، بالإضافة على أنه مزود بكل أجهزة الترفيه. التميز في دبي دفع الطموحين إلى الابتكار. أكبر مثال اليوم بأنها دبي دمجت بين الصحراء والثلج في مكان واحد. وبالنسبة لنا نحن بنشوفكم في وجهة جديدة.